ما يحدث في الأكمنة، وهذه مسؤولية لازم أقولها مظبوط، اسمه التفتيش العشوائي والاستيقاف العشوائي والقبض العشوائي، كله عشوائي في عشوائي كله باطل. ما يحدث في الأكمنة اسمه إيه؟ ها؟ استيقاف عشوائي، قبض عشوائي، تفتيش عشوائي، كله في البطلان، كله في البطلان. وعندنا 5 أحكام نقض في الحتة دي، هبعتهم لأبو بكر بيه يوزعهم ويدخلهم على الموقع بتاع النقابة، ولكم كلكم تتمتعوا بالحتة دي. أنا بشوف، ويمكن تكون حصلت معايا مرة عشان كنت جاي من البلد ولابس جلابية قديمة كده، تعال خش في الحتة دي، دخلت قال ده حصل، تاخد بالك؟ أما يوقفك كده، فين بقى ضوابط الاستيقافة اللي أنا قلت عليها؟ هديك مثالين 3 في الحتة دي من القضية اللي اشتغلتها. واحد جاي من منوف راكب عربية، طبيب بيطري دخل مسكوه في الكمين اللي موجود عند أحمد حلمي، وهو داخل أمن الشرطة قال له أقف هنا دقيقتين. فالراجل لقى القصة دخلت في نص ساعة، طبيب جماعة القانون دول مهمش لازمة بالنسبة له، إيه يا عمي إيه اللي حصل؟ دخل بدأ يعلو صوته على أمن الشرطة، الضابط قال له تعال. الضابط قال إيه بقى؟ وهو داخل من الكمين مسرع، هو بدأ يختلق حالة الاستيقاف. بنبص كده على الكرسي الوراني بعد ما طلبنا منه رخص القيادة ولا رخص التسيير، لقينا كرتونة متقطعة من فوق موجود عليها أول واحدة ترامادول. شفتم؟ الراجل ده لما جاله حكى القصة دي، هو صح في الأول خد 4 أيام، لكن رحنا وقلنا فين الاستيقاف وعدم توفر شروط الاستيقاف للاستيقاف، يبقى المقدمة باطلة، يبقى يترتب عليه كل ماله باطل، برق. في كمين في ألماظة، الواد جاي من البلد وجايب تربة حشيش ويجلس جنب قائد السيارة، أول ما شاف الكمين قال له نزلني هنا واستناني بعد الكمين. نزل عدى الشارع الثاني، تجاوز الكمين، رجع كان الضابط بيتابعه، خد يا قال تعال هنا، فين بطاقتك؟ خد بطاقته. ده كلام الضابط. الضابط احتفظ بالبطاقة بعد الوقت. أنا بقول لك أهو في الاستيقاف تاخد منه بطاقته عشان تتحقق وتصرفه. الضابط خد، بيقول كده، خدت البطاقة منه، هو المتهم راح حاطط ايده في جيبه، مطلع منديل ابيض حطه على فمه والقى به، خرجت منه لفافه حشيش. عاوز يخلق التخلي الارادي. ماشي معايا كده؟ انا ما بحبش اناقش الضباط ومش عاوزكم تناقشوا الضباط، لكن في الحته دي قلت المحكمه لازم اناقشه. لما جه الضابط قلت له انت وقفت الواد قدامك ليه؟ قال لي عشان اكشف عنه. قلت له وايه الاصفر عنه الكشف؟ قال لقيت الشبكه سقطت. إجابة مش مقنعة، مش كده؟ قلت للمحكمة بقى من وقت ما خد البطاقة واتحقق من شخصه لغاية لما تخلى، ده نوع من القبض الاعتباري، نوع من القبض الاعتباري. التخلي في الحالة دي يبقى تخلي إرادي ولا غير إرادي؟ غير إرادي. يبقى باطل ولا صحيح؟ باطل. واضحة الفكرة دي؟ كل ما يتم في الأكمنة كله عشوائي. هبعت لكم 5 أحكام يحطهم لكم هنا على الموقع بتاع النقابة. لكن الحتة دي برضو عاوز أتكلم فيها في التخلي الإرادي والتخلي غير الإرادي. أنا قلت إن الشرط الثاني لصحة التلبس التخلي ماله إرادي. عشان كده في المحاكم دايما يقول لنا سيادة النقيب قضيتك إيه ولا؟ يقول لك ما أنشهدنا حتى ألقى. ما أنشهدنا حتى ألقى. يعني الضابط يقول لمجرد ما شافني حط إيده في جيبه وطلع لفافة تخلى عنها، تتبعناها، التقطناها، فتحناها، لقينا، ألقينا القبض والتفتيش، مش كده؟ دي الاستامبة. التخلي نوعين، إرادي وغير إرادي. خليني في غير الإرادي. حضرتك كنت في حالة تجيز استيقافك، أقول له طلع لي بطاقتك يا ولد، وهو بيطلع البطاقة سقطت منه لفافة، سقطت لفافة. حاجة من اتنين، أقدر أشوف كل مداخل اللفافة قبل فضها ولا ما أقدرش؟ أقدر، قبض وتفتيش تلبس. ما أقدرش، أتحفظ على اللفافة، أجري التحريات، أستصدر الإذن، أنفذه، ده المظبوط، ده المظبوط. يبقى في التخلي غير الإرادي بفرق بين كم فرد عندي؟ 2. بإمكانه أن يقف على اللي في اللفافة سلوفانية، حالة التلبس قائمة. ورقة بيضاء عادية مفيش تلبس.
الفرد الثاني التخلي الإرادي بقى، التخلي الإرادي يأخذ حكم الأشياء المتروكة. لو أنت تخليت بإرادتك كده، طلعت اللفافة دي سلفانية أو غير سلفانية وألقيت بها، هذا هو التخلي الإرادي، يبقى يصبح حائزاً ومالكاً لهذه اللفافة أول ملتقط لها، وليكن مأمور الضبط القضائي فتحها لقفاها المادة المخدرة، تقوم حالة التلبس. ده اللي محكمة النقض بتعبر عنه بالسقوط، السقوط اللي هو التخلي غير الإرادي، والإسقاط اللي هو تعمد الإلقاء. واضحة الفكرة دي؟